بالنسبة للمؤذنين أقوى الأعناق، هذا الحديث خاص بالمؤذنين الموكلين ولأي إنسان يؤذن أو يسر له فرصة مثلا في مول أو في مكان أو في طريق؟ طبعا المؤذن إذا أطلق فهو المتخصص، لكن ليس معنى ذلك أنه من يشارك بالأذان ليس له الفضل. فعندما نقول العلماء، من وصلوا إلى درجة العلماء، لكن من مارس العلم وأعطى وبذل فهذا له نصيب من الأجر. فالمقصود بالمؤذن، من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال. هل باقي الصحابة أذنوا؟ طبعا، لكن من المؤذن؟ بلال. من؟ عبد الله ابن أم مكتوم. من؟ ابن أبي محذورة. وهكذا. فهذا المقصود بالمؤذن. فبالتالي هنيئا لك إذا كنت مؤذن، لكن في هذا الزمان حرم الناس الأجر عن طريق الأذان الموحد، فحرموا، ما عاد هناك مؤذنين في المساجد، وإنما فقط المؤذن اللي بيأذن الأذان العام. أما المساجد، شو حضرتك؟ أنا مؤذن. بتأذن؟ لا والله ما بأذن. وإذا أذن يوم إيش؟ الجمعة. وإذا صح له بقيم الصلاة، وإذا حدا موجود من الموجودين بقول له قيم عني حتى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.